thank you بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حديثنا اليوم يدور حول قضيه مساواه الزوج والزوجه في احكام النشوز. واول ملمح من ملامح المساواه في هذه القضيه هو ان الزوجه كما توصف بالنشوز كذلك يوصف الزوج بالنشوز على زوجته وهو ما يستلزمه قانون المساواه بين الرجل والمراه في الاسلام والذي لا يلتفت اليه كثيرون في هذا المقام حتى من اهل العلم والملمح الثاني هو ان الزوج يستحق وصف النشوز اذا تعدى على زوجته بالايذاء او الشتم او الضرب أو بلعنها ولعن أهلها أو ترك المنزل والعودة ليلاً للمبيت فيه ويتأكد نشوز الزوج على زوجته بهجرها في المضجع أو في المبيت ولا يقتصر أمر المساواة على اشتراك الزوجين في وصف النشوز بل يتعداه إلى اشتراكهما في العقوبة غير أن العقوبة فيما يتعلق بنشوز الزوج يتولاها الحاكم او القاضي الذي من حق الزوجه ان ترفع امر نشوز زوجها اليه ويقول العلماء على الزوجه ان ترفع امرها الى القاضي ليعزر الزوج على نشوزه والتعزير عقوبه مفتوحه يقدرها القاضي بدايه من توجيه الموعظه مرورا باللوم وانتهاء بالسجن فان اصر الزوج بعد التعزير على عناده ونشوزه ورضيت الزوجه بالبقاء معه رغم نشوزه فان القاضي يامرها بهجر زوجها في المضجع فان لم يفد الهجر واصر على عناده ضربه القاضي تعزيرا وقد يقول بعض دعاة التماثل المطلق بين الزوجة وزوجها ولم لا تضرب الزوجة زوجها الناشز وهل لا ساوى القرآن بينهما في تنفيذ هذه العقوبة والجواب الذي يجيب به واقع الرجل والمرأة وطبيعتهما التي لا تتبدل ولا تتغير وأن المرأة لو أقدمت على ضرب زوجها الناشز الكاره لها فإنه سينقلب من فوره لا محالة إلى وحش ضار وستكون هي الضحية في آخر المطاف. لذا عهد بالزوج إلى سلطة تستطيع تنفيذ العقوبة عليه وبوسائل لا يستطيع هو مواجهتها. ومن الأمور التي يتوقف عندها الفقهاء في بيان نشوز الزوجة ما يعلمه الجميع من الشروط التي اشترطوها على الزوج. إذا لجأ إلى ضرب زوجته وهي شروط شرعية تكليفية تكاد تفرغ الضرب من أية شبهة تعلق به من شبهة الإيذاء وتبقيه وكأنه مجرد رمز يعبر عن رفض الزوج لسلوك زوجته ويجب أن نلفت أنظار الذين لا يطيقون سماع كلمة ضرب الواردة في القرآن ولا يطيقون صبرًا على فهم معناها البسيط والذي يدركه العامه والخاصه على السواء نلفت انظارهم هنا الى الحكم الشرعي الذي يقرر ان الزوج اذا ضرب زوجته ضربا مؤلما فان من حق الزوجه الناشز ان تطلب التطليق وعلى القاضي ان يمكنها من ذلك ولها كل حقوق المطلقه بسبب الضرر بل الفت انظار المنصفين الى ما هو ابعد من ذلك في احكام شريعه المساواه والعدل في هذا الامر وهو اذا ترتب على هذا العلاج اي خدش او جرح او كسر فللزوجه حق طلب التطليق وحق القصاص من الزوج اذ الشريعه لا تجيز ضرب الزوجه ضربا يؤلمها او يؤثر في جسمها او حتى يخيفها حتى لو كان الزوج على يقين من ان هذا النوع من الضرر سوف يصلح من حالها وذلك اعمالا لقاعده الاسلام في تحريم الحاق الضرر بالمخلوقات ومنعه منعا باتا والتي يقررها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه عموم النفي في قوله لا ضرر ولا ضرار وامر اخر يغفل عنه الرافضون لشريعه الاسلام هو ان الزوج غير ملزم شرعا بان يلجا الى هذا الاسلوب مع زوجته الناشز فله ان يصبر على اذاها ان شاء وله الاجر من الله واصل كل ذلك النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الضرب في مناسبات عده بلغت من الكثره مبلغا كاد يحمل بعض الفقهاء على القول بان الضرب في القران نسخ بالسنه لكثره ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تضربوا اماء الله وقوله لقد طاف بال محمد سبعون امراه كلهن يشتكين ازواجهن فلا تجدون اولئك اخياركم، وكذلك لكثره ما ورد في امهات كتب التشريع من ان العفو مع النشوز اولى. الساده المشاهدون ان الخلاصه من تلك الحلقات حول مساله الضرب ان كلمه واضربوهن في القران الكريم ليست امرا مفتوحا بضرب الزوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يامر به ولم يشجعه. ولم يمارسه ابدا في حياته، وبحسب الاصل هو محظور، ولا يامر الشرع الزوج ان يستعمل الضرب بهذا المعنى القاسي حتى في حالة النشوز، لكنه يبيح له نوعا منه هو اقرب للعلاج استثناء وبشروط وقيود، والفارق كبير بين الامر والاباحه، واذا لم يفعل الزوج فإنه يُشكر ويؤجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من لا يضرب، وإذا فالضرب ليس واجبا، وليس فرضا، وليس سنة، وليس مندوبا، بل هو أمر مباح في إطار معين وبمواصفات خاصة، هذا ولدينا قاعدة شرعية أخرى تقول: ان لولي الامر ان يقيد المباح اذا راى ان الناس يسيئون استخدامه واستغلاله ويلحقون الضرر والاذى بالاخرين ولا يوجد ضرر واذى كالذي يصيب الزوجه حال ضربها وبخاصه وان هناك وسائل كثيره لحل المشكلات الزوجيه بالحوار والتفاهم والموده ومعظم الزوجات حاليا على قدر كبير من التعليم والثقافة والمعرفة ولدينا منظومة تشريعية متكاملة تصب جميعها في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ويكفي أن نعلم أن الإسلام لا يقر أبدا الإيذاء البدني بحق أسر الحرب فكيف بالله عليكم يقره للمرأة او يقبله للزوجات واذا قال قائل الضرب نص في القران فالرد انه جاء مباحا وعلاجا منزوعا عنه كل احتمال للاذى والايلام وليس امرا كما يفهمه المتسرعون لكنه مباح قد اعطانا الشرع حريه في التعامل معه وجعل لولي الأمر حق التدخل في تقييده حين يترتب عليه ضرر واستغلال وسوء فهم واستخدام. وفي ختام حلقات النشوز لا أنسى أن أجدد دعوتي للمجالس التشريعية والمجامع الفقهية ومؤسسات حقوق المرأة والطفل للتصدي لظاهرة الضرب ضد اي انسان رجلا او امراه او طفلا وان تصدر من التشريعات ما تراعي به الواقع المعاصر من كافه جوانبه وتجرم اي شكل من اشكال العنف وان تصدر من القوانين ما هو كفيل بردع المخالفين والمجرمين كما اعيد التاكيد على ان الحياه الزوجيه في الاسلام تبنى على الموده والرحمه وليس فقط على الحقوق والواجبات المدنيه والقانونيه وهذا ما يفهمه الخامل البسيط والذكي الالمعي من ايات القران الكريم في هذا الموضوع شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته thank you